اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبير في مباشر جديد وقصة جديدة، قصة للفرجة وليس للمتعة. معنا شعيب، صاحب مقاولة اللي صراحة كان خدام بخير في امان الله، غرر به في مشروع وطني بمدينة العيون. من بعد تيتفاجأ تيحاربوه لواحد الدرجة ما تتصورش. سي شعيب اليوم غيفتح لنا قلبه وغيعاود لنا هاد الكوارث، لان باش نكونوا منطقيين بدون لغة خشب، شعيب ضد الفساد وضد الرشوه، ما بغاش يعطي الرشوه حاربوه. شعيب مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. شعيب افتح لنا قلبك وعاود لنا الحسن البدايه ديالك، لدرجه اخوتي المغاربه كانوا بغاو يقتلوه كاع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداوها من اخر حد في 2016. كانت عندي رحله لمدينه العيون، وقبل من هاد الرحله باش نمشي للعيون، مدير ديال لافارج سيمون صحارة ديال العيون التابعه لافارج هوتسي ماروك. لا لا تكاك عاد راسك. تابع المادة، راه معروفه المادة ديال مدينة سيدنا الله ينصرو. وهاد المدير انا كنت ما عليه ما بيا خدام في واحد بروجي كبير ديال الورزازات كسيبرفيزور جيني سيفيل ديال الطاقه المتجدده ديال تابع المازين. كنت خدام مع اكوا باور، شركه سعوديه المقر ديالها في اسبانيا. عيطي قال لي واش تخدم معنا في واحد المشروع تقريبا وطني، لان المنطقه الجنوبيه كانت محتاجه الاسمنت على حسب المشاريع اللي داروا مؤخرا ديال المرسى الميناء والبناء، ودارت بزاف مشاريع تنطلقوا تما كان في مدينه العيون. قلت لي نمشي نخدم معاك، لان هو ديجا خدمت مع دو بروجي وصدقوا لي مزيان. قال لي تجي للدار البيضاء ونناقش انا وياك. جيت عنده قال لي شحال ديالك الصالير؟ قلت له ودي ما عنديش انا مشكل في الصالير، كان مشروع ديال الدوله ومنطقة الجنوبيه عمري مشيت ليها، وتنعتز انا بالبلاد ديالنا من الشمال الى القويره، من طنجه للقويره. قلت له نمشيو لهاد البلاصه، انا خايف انا من الجنوب. الصحراء بلاد بصح نمشيو نخدموا فيها. المهم قال لي غتهز الشركه المقاوله ديالك وغتهز ليكيب ولا احتاجين ليكيب ديالك والماتريال ديالك جيو، لان الناس تماك في المنطقه ما تعرفوش الاندستريال. قال لي على حسب انا الضامن هو الله سبحانه وتعالى. قلت لي مرحبا. مشيت رجعت للوارزازات خدام، تجيني مكالمه مع 12 الليل مع عاد واحد تطلع لي في التريكولر بوتازات. قلت ليه اش يجيك عمك الحاج فلان؟ قال لي عمي. قلت له ودي مني عمك فلان؟ قال لي جيت تخدم معنا وحنا في المناطق الجنوبيه راه عندنا المشاريع عام شتا وتناخذوا من الجماعه وعيقنا، بغينا شي واحد يجي يغطي معنا نعطيو ليه بروجي ولا عيقنا. بغى الناس الاخرين اللي غياخذوا المارشي بغى يمولني وياخذ الرباح، وراه دار في ماكدونالدز، راه هو اللي خدم وعطى لشركه اخرى. ماكدونالدز اللي كاينه في العيون راه ما خدم وشاد الشعبي، شاد من العيون حتى للداخله مناطق الشعبي، راه كاري ليهم ما مخلي ما يدير، تيدير اسماء خالو عمو جدو. انا هاد الفساد ديالو دبر راسو غير ما يادينيش، هذا هو اللي لقاني. هادشي اللي بغيت نقول لك قلت شي معلم. الوقت اللي قطعوا لنا لافارج البيي، الا مشيتوا للارشيف ديال لافارج ولا ديال مشينا في الارام، راه درنا رحله من الدار البيضاء لاكادير ومن اكادير للعيون، اخر حد 2016. راه كلشي في الارشيف، سير سولو ولا سير المكالمات الهاتفيه، راه ما تنقولوش ما تنلوحوش الباطل على الناس. الوقت اللي توصلت تم في المطار، نزلت في المطار ديال العيون، تلاقيت مع بوتازير سميتو جمال. قال لي تخدم معنا وتعاون معنا، شديت انا الفوار وما عرفتش نخدمو هذه. قلت لي المهم تنمشي تماك، دابا زقتو لي خدام مع جمال، ما بقاش خدام مع لافارج. شوف هاد الفيلم كي داروا لي دابا هذه. مع شخص عطوني، جبت الماتيريال، جبت الكوفراج ديالي، جبت ليكيب ديالي، سمحت كنت خدام مع دي بروجي في ديال الطاقه ديال اللي كاينه في جديده. المهم كنت تعطي الضوء كاع المغرب كاع، نسيت على الاسم ديال الشركه ديالها. ماشي مشكل عادي، راه كاينه في الجرف. هزيت ليكيب ديالي كامله وديتهم تما كيخدموا، خليت شي حاجه قليله في الجديده. فاذا بي تنتفاجئ، تيقول لك خدم معنا مع لافارج وخدم مع هذه الشركه. لافارج ما خلصتني شهرين، الاخر ما خلصنيش. مشيت عند واحد السيد قلت له ودي انا غنمشي بحالي، الله يسامح شهرين ضيعتها هنا والماتريال يبقى لي هنا، اللي كيب الله يربحوا بها انا غنمشي بحالي. قال لي لا، انا غندير لك واحد الكونترا تخدم معنا، ندير لك واحد 40,000 درهم في الشهر تخدم كوم سالاري، والاشغال الاخرى دبر راسك منك ليهم. مشيت عند المدير داروا معايا البون كوموند، بديت خدام، راه عندي باش مخلص بالضبط 39,000 درهم للشهر. ومني مشيت عند المدير قلت له ودي ضمنتيني نخدم مع هاد الناس ونخدم لهم هاد البروجي وهاد الشيء، راه ما خلصونيش.
قال لي واش بغيتي تربح 40 درهم في الشهر بغيت تكون بحالك؟ وانا نفسي حاره ملي سمعت بروجي وطني وصلنا واحد الهول فيه الفوا ديالو 6 متر في لاهوتور. جابوا لي واحد المهندس اخر سميتو بوبكر حتى هو الله ياخذ فيه الحقره مع لافارج حتى هو تعدى عليا ودار لي بحال العساس. وهذا الشيء راه لا كلام حسن المتقي راه عاود لواحد الولد في اللوزي بلا ما نذكر الاسم ديالو بسبب شي مشكل خدام خلى الله يسخر ليه لان ما اذاني حتى شي حاجه. داروا لي فيلم قال لك اودي هذا البروجي خدمات وشركه اخرى عطوه لهذا جمال بوتزار يخدمه لانه هو مصاحب مع ذاك الرئيس ديال الجامعه ديال المرسى فم الواد وبالتالي راه بنا ولا موجه اقسام على حساب لافارج والسيد اللي بنا متخلص قبل ما يكمل وحنا ضيعونا في رزقنا. هي هذيك صافي تخلص جيت بحالي سمعت في كل شيء سمعت في بعد ما المدير قال لي داني نخدم ليه حبس لي ماتري انا كاري ليهم ب 45 مليون سنتيم حاطه كارونتي البيري وباقي عندي الكونترا عند المحامي اللي بغى يعطيها ليا وباقي عندي لي فاكسير وباقي عندي لي روفي ديال لي بونك. وهذاك البروجي ما تخلص فيه لا هو لا في القديم مشى الكوفراج القديم والجديد بزز باش خرجته. جيت بحالي المهم جيت بصحتي بخير بعد ما ذاك جمال بوتزات ولي حرش لي عمو تعيطي تيقول لي ارحل من العيون وغنديرو غنفعلو ولات تحصل التهديد ارحل خرج من الشانطي ويمشيو المكالمات ديال الخبره التقنيه الهواتي. هاد الهضره كل اللي كاين عاقل عليها هما واخا شربونا في قهوه ما خلاو ما باش ننسى الحمد لله ربي معانا ما ذاك الاذى ديالهم ما اذاناش وان شاء الله هما غيتاذوا انها غتبان الحقيقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد من جيت للدار البيضاء جانا السيدي دار لي مسكين البون كوموند قال لي تثق فيا انا راه بغينا ندير واحد البوي مع لوكال تكنيك ديالو وجيت خدموا لنا عمرتو لي تقريبا بدوفي ديال 170 الف درهم قبلو. قلت انا غنمشي ربما نرد داكشي القديم ونجدد ونربح باقي طامع في الدنيا زعما. مشيت تما كاين قال لي دير واحد الجرده تخدم علينا المشكل غيبدا في هاد الجرده. قلت لي نخدمها الناس عمرها وكاين اللي عمرها كله باش عمرها الناس جات اخبار وانا ما عنديش دليل عاد تيقولوا باثمنه خياليين عمرت عليهم ب 560 درهم. كاين اللي هو كاين اللي عمرها بهذيك الحسابيه حتى بدوبج الوقت اللي عمرتها ب 560 درهم جا واحد السيد يقولوا لي ابا خان هو اللي بغى يكونتروني زعما هو الشيف ديالي في هذاك هو اللي شاف ذاك لازون محزوم على لافارسيمو صحارى ابا خان حسن بالضبط. قال لي غتشرك معايا غتدور معايا جاب لي صح ما خلى ما دار في الاخر قال لي ترى بشا غتدخلوا. قلت له ودي لقيته ب 380 ولا ب 400 درهم للفواياج هما كانوا ديجا لقاو اكثر من 1000 درهم. انا تندير لا روشيرش انا عندي مع لي زاشا عندي شي تنجيري على راسي. قال لي غدير في الدوفي غدير في لافاكسي غدير 1000 درهم وتخد حتى 500 درهم. قلت له ودي راه ما يمكنش الا كان شي اوديت ولا شي مراقبه مع الله سبحانه وتعالى بزاف خليت الاخر ندور معك سير بحالك. شويه قال لي ما بغيتش عيط واحد الخطره ندير مع قهوه بغيت نشرب مع قهوه. قال لي اش غدير ما بغيتش نعطيك شي. قال لي ما تبقى تعطينا ما والو خدم على راسك. داروني في بين قوسين يعني غيطحنوني. جا المدير عيط لواحد اللجنه جات من الدار البيضاء جات فيها بالاماره جا فيها حسن قلزين وحسن قلزين لا علاقه له بك المشروع جا مع واحد اللجنه تما كاين مع لي زاشا. قال لي ودي راه البيجي عندنا ناقص غدير لنا 260000 درهم ولكن نقصوا لي من الدوفي بحال غندير مثلا 80 فواياج داروا لي 60 مثلا غندير 4 ديال لي بلانيت داروا لي غير 30. قلت لهم اوكي مزيان الله يسخر. الوقت اللي خدام بغيت نتخلص قال لي لا غتخلص بالدوفي الاول ديال 560 درهم يعني ابتزاز ابتزاز. من بعد منا قلت لهم فيها خير نخدم هادشي انا بغيت نمشي بحال عيط الناس في الدار البيضاء عطيني فلوس راه البنكة راه كلشي كيليرو في البنكة غير تلفت مع الناس باش كملت هاد المصيبة اللي طحت فيها. الوقت اللي كملت قال لك اودي ما تكمل ما نخلصوكش هو لوشيك راه لوشيك موجود ما ندفعوش موجود في لو جونفي 2018 وما تخلص فيه تل ماي تل رمضان ديال 2018 يعني خمس شهور مش شادينو هما راه صيفطوا بان لي طرافو كومبليت وراني بقى يديروا لي الشونتاج في لوزين. قال لك اودي غتكمل واحد لي طرافو ديال واحد الباتيمون وافقت وبغيت نكملو في الاخر زادوا لي شي حوايج اخرين ولاو يحيدوا البيبان ديال الالومنيوم يديروا الانوكس تيحيدوا الكارد كور تصور بروجي اندستريال ولوكال تكنيك وليس كاتب يقول لك نزل الجوه عندي تصور الجامع قال لك دير لي تريات وتقبصوا وتزرفتوا سبيل الله وانا ما عنديش انا دابا الصدقه ونجهز مسجد ديال الجامع ديال لوزين.
وليت تنسمع المعيور ما حس باقا بغاو يبروفوكيني باش ندير شي فتنه ولا شي حاجه. انا مسكت الاعصاب ديالي ولا ربي اللي هدأني نبهني عيطت الفلوس جاتني قلت لهم ودي ندير معكم واحد الاجتماع وتعطيني هذاك لي باتيمون جديده تعطيني واحد كايدو ريزيرف باش نعرف راسي واش نكمل ما نكملش. جابوا لي كايدو ريزيرف مكاشي من عندهم كاشيت معاهم ودرت معاهم واحد الاجتماع يا ربي تسمح لي سجلتهم. بغيت نحمي راسي الوقت اللي سجلتهم انا كنت سميتي شعيب ميل عندي فيه سي اج دينا سي اج بغيت نسيطر عليه مشي لايرو مشي للشركه الكبيره لا 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 فارج وسيم اللي كاينه في الشارع ما كيبدا البيضاء ومن تما كاين ولات ورايا المطار ولات ولا المطار هذا وليت ما كاع اي واحد خابط في شي مؤسسه تبعني. هنا تحيه للاحرار والشرفاء كاينين بزاف كاينين اتصور برادو تابعني من الداخل حتى للعيون ديال الجوندارم تصور تريح في قهوه تريحوا معاك اربعه خمسه تيديروا لا سيرين ديال البوليس باش نتخلعوا ولا نهربوا ولا شي حاجه تصور قهوه تشربها مسمومه ترهيب اكثر من داك الشيء كثر يعني كارطين اش من اكثر من كارطين وليتي لقيتي راسك وسط واحد مجموعه ديال الشراسه ديال المفترسين في لحم البشريه. مي صبرت جيت للدار البيضاء درت واحد الدعوه عطيت المحامي المحامي عوض يدير مفوض او مفوضه قضائيه صيفط لهم واحد الانذار ب ركوموندي هو راه عندي هنا في الشكاره ركوموندي وباسم ذاك المدير ونورمال ما خاصو يصيفط المسؤول عن المسائل القانونيه ما يصيفطوش للمدير لان راه ولات دابا الدعوه خبروه عيطوا لي الناس من بعد عيطوا لي الناس من العيون قال لي الا بغيتي اودي تفك المشكل ديالك هكا واحد الرقم السيد في العيون في الدار البيضاء غيفك المشكل. عيط لي قال لي مرحبا السيد بغى يخدم معايا مسكين لقى لك حسن باخان تاخذ 500 درهم على ليجون سيكيرتي باش يخدموا لقاتي بزنس في الماء. هذا السيد اشنو هو الدور ديالو في هذا هو مسؤول بعين لا سيرتي بالامن واني كلفوه لان هذاك حسن باخان لان حسن باخان تكلف بالامن من بعد المهم باش تكلف بها وداوني عند مشكور من هنا المحامي الاستاذ عظيم راه المحامي ديال المولاي رشيد ومن بعد بدا يهدوني غتمشي تشد في العيون ولا راه المحامي ديال المولاي رشيد غيديك الحبس قلت له واش انا سارق راه كاين الاستاذ عظيم هو قدام النافوره القديمه المسرح الدار الجديد ديال الحمام فين كان راه كاين في هذا الاتجاه تقريبا يعني هما بغاو يمسحوا الذاكره بالسمومه ديال القهوه الذاكره الحمد لله باقا 100% الحمد لله الحمد لله دبانه ما تزهق الحمد لله واي حاجه دارت في الجامد تنحس بها. فين وصلت شي معاهم دابا؟ وصلت معاهم في 2019 بالضبط قبل ما تجي كورونا. انا تنحب الكارم تنمشي من سيدي معروف تنواصل نضرب 30 كيلومتر ديال وكانت هذيك الساعه الطوموبيل تضرب تاكل 12% ولا 11% تخسر تقريبا 100 درهم مازوت و30 درهم 40 درهم قهاوي باش من بعد المشي نريح بوحدي. ترتاح. تنعمر لي دوفي ديالي تنهز معايا البيسي ديالي تصيفط لي واحد السيد بانه عنده شركه ديال ريكوفرومون وكان هاز مع واحد المارشي ديال رئيس الجهاد ديال بني ملال كان ديك الساعه ابراهيم مجاهد شركه مجازين كنت خدام مع السيد انايا وجاب واحد المارشي قال لي راه بون كوموند في 400 ميل قلت له بقى دير بي انا واش هذا بون كوموند واش هذا مارشي بون كوموند هذا راه مارشي هذا وراه شمت بي واحد السيد والدعوه راه كاين المحكمه عندي الرقم ديال الملفات بجوج شمت واحد السيد وزور ليه الشيكات ديالو ودابا وراه في الفيسبوك تيدير تيسمي راسو عتيق النازل راه تيسف المؤسسات تيعارف سيدنا تيعارف البلاد رجع المغرب الكزريبه كاع داك الكلام اللي تيقولوا الناس في المنابر ديال اليوتيوب خارج ارض الوطن تنطلق من اللسان ديالو ودخلوا الفيسبوك عندي راه سميتو عتيق النازل وكان داخل بفريده شي حاجه وبزاف الاسماء مستعاره وراه نازل الصحافه شافوه عرفوه واللي العاجب في الامر هو الساعه كان تيريح مع كوموندو بريغاد ديال النواصر كان تيريح مع موديل ديال لوطيل كان تيريح مع واحد متقاعد دابا راه ماشي عيب هذوك الناس تيريحوا معاه ما عارفينوش هو راه الصابر عادي راه كل راه لا راه جاب لي معلومات ديال العيون واش سد العيون جاب لي معلومات ديال الكليان ديال مين جاب هاد المعلومات عاد ما عندوش باش يرسحل بعدا من مرتو خدامه في المطار واني الله ما عندوش حق باش وجا قال لي حق هذاك رئيس الجامعه ديال العيون ديال حمدي ولد رشيد ومرتو الحاجه مينا تنعرفهم انا ما تنعرفش واخا كنت في العيون ما عمري تلاقيت بهاد الناس انا كاع
يعني وباش هو تثبت مول القهوه اللي دخل لنا كان كوساطه بيناتنا، كانت مكالمه فيها سميت الفسيت تيدوي مع الفسيت، هذا كاع وصلت لوزير الداخليه، راه الوزير الداخليه الفسيت كان وزير الداخليه في 2019 باش عرفوا الذاكره باقا مزيانه، باقي وزير باقي دابا، وبغينا هذا الكلام يوصل ليه. وهو هذا رضا قدام، هذا رضا قدام اللي الصحفي نصب عليا، هو تيكلا مشيتي المقالات في جوجل ولا في راه السوشيال ميديا راه كان يكتب المريح في العالمي، هو اللي هو قاري مزيان، قاري واني قريت حرامي اكثر من القرايه، وقال لك هو عنده شواهد من روسيا، وانا باش عرفته نصب عليا كان يركب على واحد 607 بوجو زرقاء ولا 607 مع المهم ايسونس شريت 8000 درهم. انا ثاني درت الخدمه ديالي لقيت هذا اسم جزائري ماشي ديالو كيتعامل مع جزائري، وهذا الجزائري كانوا دايرين واحد فيها سبريس في 2013 ولا 15 كانوا تيمشيو تينصبوا على وتياكلوا تيسترزقوا بالناس المعاقين والناس اللي عندهم حاجات، تيصورهم تيدير كونت حساب بنكي تيدخل لحسابه. اييه وهذا السيد باش عرفتو انا جزائري وباش عرفتو وباش عرفتو انايا لان في الشركه ديالو هذيك كونسيلتين شي حاجه راه داير الهاتف ديالو الاول والهاتف الثاني جزائري واش يشوف بلاص عرف دايرها غير في اشهار. وهذا كان واحد النهار كان قال لي انا غنمشي الرباط غيعطيني واحد المنصب مهم في الرباط، ولقيت راكب واحد السياره اخرى ديال المرات وهي اكسنت هيونداي. يعني السيد داخل لي الشك مرضني مرت وليد السيد معاه من هذا واش مع البوليس مع جدارميه واش معاه من هذا، وانا ما درت حاجه انا ما خايفش وليد دخلني الشك، وزاد نشر لي التصاور ديالي بانني انا مبحوث عليه دوليا بانني قاتل انا في لندن قاتل المحوطي دوليا، وبدا يصيفط لنا الصحابي كاين اشهاد على هذا الشيء بانني انا مجرم والانتربوس تقلب عليا، وصلنا لشي مواصل خيبه ترهيب ترهيب في الاخر دار لي 4000 درهم عطيت لي باش يركب العيون وغايجيب لي فاكسير وقال لي نهار الجمعه تخلص من عند دار 4000 درهم وجاب لي تزور فواتير، والهدف ديالو كانوا بغاو يزور فواتير انا قلت لهم ما تنزورش اي صاب خدامين شي وجاب في الواتساب في المال العام هذاك راه ماذا راه كاين تابع للدوله المال العام شي ضربوا في المال العام في المال حاسب لا راقي قال لي شفت اطراق ودرت به شكايه ها هي الشكايه ديالو ها هي راه غير مؤخرا في 2023 شهر 10 نهار 10 درت به شكايه الوكيل السيد وكيل المالك باش دوز التحال على القضيه التحقيق او التعجيل، وراه تعجلت ومشات للدار ديال المديونه انا كان عندي العنف في المديونه دابا مشيت عندهم قال لك اودي راه في المحكمه ديال السينا باش تمشي للدار ترجع للشرطه دار بيض. وهذاك السيد اللي وقت نصب عليا انا عاقل في الاسبوع الاول ديال 2010 نصب عليا رضا عدام اسم المستعار عتيقا نازل في الفيسبوك، من بعد منه شكون طاردني؟ طاردني واحد جاري اش بغى يدير لي السيد هذا؟ هذا السيد بغى يقول لي برا واو اخبار خاطر مالو هذا السيد؟ هذا السيد سميتو عبد اللطيف الشمري تيسكن جاري في سيدي معروف حافظ الخير، انا ملي عرفت راسي مطارد حسيت بان شي حاجه ماشي عاديه، خرجت مع الخمسه الصباح بدون هاتف هاز معايا غير فلوس ومشيت للقهوه باش نقلب على محامي حميني نقلب واحد المحامي نازير الله يرحمه مات راه كاين في شارع واد الذهب، ومن واد الذهب رجعت حتى شارع امقاله قهوه، وهذا السيد مع 8 الصباح تيفيق هو حتى للعشرة حتى لقيته خارجي مع الصباح جاري ندوق الكبره ندوق الكبره قلت لي ديال قلت لي ديال شفت البرقي راك مريض قلت له ودي قال لك خليتي الضو شاعل بالليل دخلنا عكا بالله واش عليا حالة المرض عليا حالة المرض ها ممكن تخيل مكلف لا مسكين ما عارفش هو راه مؤخرا مشى تبع ولدي قال لي الله يرحم بوك والباك يسامح لي راه ولي مشيت عند وكيل المالك راه جات السيده في حقه وجاتو السيده مؤخرا على المواجهه ما بغاش يتواجه معايا ما بغاش يتواجه معايا خارج من القهوه قال لي راك مريض نقول لك واحد البرا دابا انا هذا البحث ديال البرا دابا البرا وانا قلت لي دير لي غير اشهاد ونسمح لك انا بغيت شكون هذا الطبيب اللي غيدوق هذا البرا شكون هذا الطبيب اللي غيدوق البرا وشكون صيفطو وانا بارازار انا قلت لي ودي تعديتوا عليا انا راه ما درت حتى شي ذنب قسما بالله للعالم كله غيضربوا شي جائحه جات كورونا بالفعل انا قلتها غير عفويه عفويه الوقت الحجر تلقى لي قال لي تسمح لي شهر 6 ولا شهر 7 تقريبا لا لا قلت ليه علاش غنسمعك على البرا قال لي اي قلت ليه شكون صيفط قال لي البوليس قلت ليه البوليس نورمالمون يحمينا ماشي غير قلنا برا والبوليس اللي بغى يجي للدار عندي والبوليس اللي بغى يلقاك فين ما كنتي قلت لي هذه ماشي طريقه هذه راه كون شلوبي دير لي اشهاد قال لي ندير لك اشهاد وفي الاخر خسر في الاشهاد ومن ذاك الوقت عندي جوج ملفات في المدني ديال المحكمه المدنيه شنو يديروا هذا الشخص
هذا كان تيصاوب داك الرولوات ديال الصباغه، عنده شريك ديال الرولوات ودابا روتريتي دار سد محل. ماشي هو، هو غير كوسيله كوسيله انا في شهرين ودابا باغي يخدم لي شي واحد كوسيله. وبلاتي اسمح لي كصحافي اييه تفبرك شي ميلك شي ماشي لا لا حرام غدير هادشي يعني في راسك في راس عجينه كي انا تنصيب الرولوات اش على اساليب الطب اش داك الطب دابا دابا تيقول لك حمق وقسما بالله تنعاني انا من 2002 منين وقت رفعت لي الدعوه يا شي وقع في 2019 2022 درت الدعوه دابا الدرب تيسمعوني في الدريف الدرب شوك حمق وراه عندي عندي ديك دي فير ديال الكاميرا سكتو باقي اونغوجيستري في ديتي في العتبه تيخليوك تمشي تصلي غير شي وقت ديال الصلاه ما خدام رد تنجي للمحكمه ونمشي نصلي الدراري دابا الصغار شي واحد معاهم شي 40 لا دابا كاين اللي وصل 17 عام 18 عام وكاين اللي واحد راه عندي راه في الحفظ راه وصلت حتى للعنف وصلت حتى للعنف شي لي اللي في الحفظ راه في الحفظ راه كاين شهاده طبيه شهاده طبيه كاين كلشي تماك شكون انا ساكن في جزئيه حافظ الخير الرقم 76 زقه 35 اللي بغاني يجي مرحبا تخافهم الله سبحانه وتعالى اللي بغى يأذن يجي مرحبا وغيدي ما يعاود مرحبا ومرتاح حاليا تجري معاه بالقانون بلق انا بغيت نمشي للميستار ما بغيتش انا نمشي لشي حاجه اخرى من غير ديال ديال الفتوه ولا ديال خويا شعيب واش طريق الحلال ولا طريق المعقول واش صعيبة بزاف علاش بالي صعيبة؟ هي ما صعيبة شي تمسك بالله سبحانه وتعالى وخا تكون صعيبة ربي تيسهلها لك. انا راضي وش عطاني الله الحمد لله ابتلاء من ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. باللي معقول صعيبة بقيت ونزيدك حاجة نزيدك حاجة أخرى أنا قلت الله يسامح هاد الناس الله يعاونهم. الله يسامح. وأنا قلت خلي الدعوة تاخذ المجرى ديالها من نكتب لها في فيسبوك لا في والو. ومشيت بغيت نخدم جاني واحد سميتو نبيل باسم تلقاو ليا وهموني بأن عنده موبايل في بوسكورة. تصور دا ليا شي تقريبا شي 200 درهم السلعة ديالي. وفي الاخر بغى بغاني هو راجل كبير بغاني نضربو ملي بغاش نضربو قال لي غتمشي ضروري غتكمل لي الاجراءات ديال البلون في واحد بيرداشي بخير ويقتلوني فيه الله اعلم قلت له ودي انا شاد مع داك لي طرافو نعرف نحفر ونبني حفرت لي طيراس ما هبط الماتيريال ديالي لي ماتيريو وجرى عليا ومشيت درت دعوه في المدني لان حتى المحامي بغى يشدها والمحامي اللي شاد شي فلوس كلاهم ما بغاوش يتبعوا المسطره ديالهم ما بغاوش ينصحوك ولا مشيت عند شي واحد اخر تيقول لك واحد الثمن خيالي وكاين شي واحد اخرين ولاد الناس يقول لك ودي سير انا ما شاد ما عندك حاجه شي كامل اللي تيديروا لم ودابا تيأديوا دابا هما تينعسوا دابا هانين ما ينعسوش هانين وانا متاكد انا متاكد من الله سبحانه وتعالى تينتقم منهم دابا في الدنيا قبل من الاخره وكاين النصر ان شاء الله الرحمن الرحيم ودابا هذا الدام هذا اللي تيسف المقدسات ديال الدوله ولا نقولوا للقدس الله سبحانه وتعالى نقولوا ملك الولاد يعني نقولوا خطوط حمراء رموز دوله تنقولوا رموز دوله تنقولوا رموز دوله وتي يسب في البلاد ديالنا ودير بانه حساب وهمي واش المراقبه ديال الجريمه الالكترونيه ما عرفوش يوصلوا ليه هو حاليا تيكون في كوت ديفوار كان في كوت ديفوار واحد السيده كريمه الله يعطيك الصحه كريمه قالت لك الناس ياكلوا المال العام السيد خرج لهم وجه انا ما يسطم ما يتسطى ما يموت العلم تعلم بالله سبحانه وتعالى واني انا شكرا اختي شكرا اختي الله يجازيك بخير وحنا بغينا غير 100 ولا 200 ديال الناس يكونوا مناضين في هذه البلاد نعاونوا جلاله الملك وفي الامن كاين وفي الامن كاين الشرفاء في القضاء كاين الشرفاء تيتلاقاو معاك تيقول الله يعاونك في النيابه العامه كاين الشرفاء ولاني بغيت نعرف علاش هاد الاقليه غلبت فينا حنا اكثريه والله ياخذ الحق في الظالمين والسلام عليكم شكرا خويا دينار